برده این سامان 50 کیلومتر ارتفاع 25 کیلومتر هستش و میتونه با اهداف تاکتیکی هواپیمای جنگنده بمب‌افکن و موشک‌های کروز در این محدوده درگیر بشه. از ویژگی‌هایی که این سامان داره نسبت به سامان مشابه میتونه بگه که در واقع تمام الزامات مورد سامانه در یک خودرو جمع شده. رادار جستجو، رادار رفتگیر، موشک‌های قابل شلیک و خدمه‌ای که تو عملیات به کار میاد. یعنی بخوایم مثال بزنیم در واقع از لحاظ تکنولوژی با سامان S300 روسی قابل مقایسه است. فقط از لحاظ بردی الان 50 کیلومتر که نسخه‌های بعدی 100 کیلومتر و ان شاءالله در مرحله بعدی 200 کیلومتر الان در دست اجرا. کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موسی اکثر عمل نشان بده، اوضاع اونها خوب نخواهد بود. ما خویشتنداری کردیم، تا حالا خویشتنداری کردیم. میدانند که اگر بخوان هماوردی کنند با نظام جمهوری اسلامی در هیچ صحنه حریف نمیشن. ما رعایت ادب اسلامی، رعایت حرمت برادری در امت اسلامی رو نگه داشتیم. ما میتونیم اکثر عمل نشان بدیم. اکثر عملهای ما اگر بنا شد اکثر عمل نشان بدیم، خشن هم خواهد بود، سخت هم خواهد بود. اون رو شناختن، اگه نشناختن بشناسن. امروز ده ها هزار نفر از عزیزان ما هنوز در مکه، در مکه و مدینه، در مناطق حج اندک بی احترامی به این ها هنوز عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جان باختگان عزیز ما در حج اکنون عمل ایجاد کنند. مراقب باشند به وظایفشون عمل کنند. صدم هیچ کس رو هم قبول نمی‌کنم. اما اگر کسی بخواهد به حق ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران دست درازی کنه، می‌دانیم با اون چجوری رفتار کنیم. محکم برخورد اودو فی هذه البرهه الحساسه من تاریخ هذه المنطقه أن يكون لي معكم أيها الإخوة العرب مختصر من الحديث. في هذه الأيام استشهد قائد إيراني كبير وشجاع ومجاهد عراقي طاطح بروح التضييق والإخلاص بأذرع عسكرية أمريكية وبأمر الرئيس الإرهابي الأمريكي. هذه الجريمة لم ترتكب في ميدان المواجهة، بل جرت بصورة جبانة لئيمة. القائد سليماني كان ذلك الرجل الذي يقتحم الخطوط الأمامية ويقاتل بشجاعة نادرة في أخطر المواقع، وكان العامل الفاعل في دحر عناصر داعش الإرهابية ونظائرها في سوريا وعراق.
والعراق. الأمريكيون لم يجرؤوا أن يواجهوه في ساحات القتال، فعمدوا إلى الهجوم عليه بنذالة من الجو حين كان بدعوة من حكومة العراق في مطار بغداد، وأرادوا دمه الطاهر هو برفاقه، وبذلك امتزج دم أبناء إيران والعراق مرة أخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحرس الإيراني دك بضربة متقابلة أولية صاروخية القاعدة الأمريكية وسحق أبهة وغطرسة تلك الدولة الظالمة المتكبرة، ويبقى جزاؤها الأساس وهو خروجها من المنطقة. الشعب الإيراني في مسيرات بعشرات الملايين شيعوا الشهداء في مختلف المدن بتوديع منقطع النظير، والشعب العراقي في مدن عديدة شيعوهم بفائق التكريم والاحترام، كما أعربت شعوب في بلدان متعددة عن مواساتها في اجتماعات صاخبة. إن مساعي مغرضة هائلة بذلت لخلق نظرة سلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي. لقد أنفقت أموال ضخمة وجند أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي. والساحة العراقية شهدت ضخا إعلاميا شيطانيا ضد الشعب الإيراني، غير أن هذه الشهادة الكبرى قد أحبطت كل هذه المساعي الشيطانية والوساوس الخبيثة. ما أريد أن أقول لكم هو أن القدرة الإسلامية قد قدرتنا وقدرتكم تستطيع أن تتغلب على ما تحيط القوى المادية نفسها من هيبة ظاهرية خادعة. القوى الغربية بالاعتماد على العلم والتقانة وبالسلاح العسكري والإعلام الكاذب والأساليب السياسية الماكرة استطاعت أن تهيمن على بلدان المنطقة، ومتى ما اضطرت إلى الجلاء من بلد على أثر نهضة شعبية فإنها لم تكف قدر ما استطاعت عن التآمر والاختراق التجسسي والسيطرة السياسية والاقتصادية، وزرعت الغدة السرطانية الصهيونية في قلب بلدان غرب آسيا، وعمدت إلى وضع بلدان المنطقة في تهديد مستمر. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نزلت بالكيان الصهيوني ضربات شديدة سياسية وعسكرية، وأعقب ذلك سلسلة من الهزائم للاستكبار وعلى رأسه أمريكا من العراق وسوريا، ومرورا بغزة ولبنان وحتى اليمن وأفغانستان. إعلام العدو يتهم إيران
بإثارة حروب بالنيابة، وهذه فرية كبرى. فشعوب المنطقة قد استيقظت، وقدرة إيران في القلوب والأفكار ويخلق وقدرة إيران في مقاومتها بالنسبة إلى الطويل أمام خبث أمريكا قد نزل أثره في الجو العام للمنطقة وفي معنويات الشعوب. مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاستكبارية الأمريكية وتحرير فلسطين من سيطرة الصهاينة الأجانب إن شاء الله. كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. على العالم الإسلامي أن يزيل عوامل التفرقة. وحدة علماء الدين قادرة على أن تكتشف أسلوب الحياة الإسلامية الجديدة، وتعاون جامعاتنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتقان، وبذلك تستطيع أن تضع أساس الحضارة الجديدة. والتنسيق بين وسائل إعلامنا بإمكانه أن يصلح جذور الثقافة العامة، والتلاهم بين قوانا العسكرية سيبعد المنطقة كلها من الحروب والعدوان، والارتباط بين أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الشركات الناهبة، وتبادل الزيارات بين شعوبنا سيقرب القلوب ويخلق الأفكار ويخلق روح الوحدة والمودة بينها. أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن يحققوا تقدمهم الاقتصادي على حساب ثروات بلداننا، وأن يبنوا عزتهم على حساب ذل شعوبنا، ويسجلوا تفوقهم بثمن تفرقنا. يريدون عبادتنا على أيدينا. أمريكا تستهدف أن تجعل فلسطين دون ما قدرة على الدفاع أمام الصهاينة الظالمين المجرمين، وأن تجعل سوريا ولبنان تحت سيطرة الحكومات التابعة لها والعميلة، وتريد العراق وثرواته النفطية بأجمعها ملكا لها. ولتحقيق هذا الهدف المشؤوم لا تتواني عن ارتكاب الظلم والعدوان. الامتحان العسير الذي مرت به سوريا، والفتن المتوالية في لبنان، والأعمال الاستفزازية والتخريبية المستمرة في العراق نماذج لذلك. الاغتيال الصريح لأبي مهدي القائد الشجاع للحشد الشعبي، وقائد الحرس الكبير سليماني، نماذج نادرة لهذه الفتن في العراق. هؤلاء يريدون أن يحققوا أهدافهم الخبيثة في العراق عن طريق إثارة الفتن والحروب الداخلية، وبالتالي تقسيم العراق وحذف القوى المؤمنة والمناضلة والمجاهدة الوطنية. وكنموذج لوقاحتهم، فإنهم إذ يلوحون بأنهم حماة الديمقراطية يصرحون بكل وقاحة وصلافة بعد أن صادق برلمان العراق
على إخراجهم أنهم جاءوا إلى العراق ليبقوا فيه ولن يغادروه. العالم الإسلامي لا بد أن يفتح صفحة جديدة، الضمائر اليقظة والقلوب المؤمنة يجب أن تحيي الثقة بالنفس في الشعوب، وعلى الجميع أن يعلموا أن طريق النجاة الشعوب هو في التدبير والاستقامة وعدم الرهبة من العدو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل الشعوب المسلمة برحمته ونصرته، إنه تعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والسلام عليكم ورحمة الله. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.